السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة منوعات إيمي. النهاردة هنستكمل مفرش أبو العروسة. كنا ابتدينا وأخذنا الوحدة دي في الجزء الأول. النهاردة إن شاء الله هنستكمل وناخد الجزء الثاني. الجزء الأولاني كان بسيط جدا، النهاردة إن شاء الله هناخد الجزء الثاني اللي هو الوحدة دي، وبرضك طريقة عملها سهلة إن شاء الله. أرجو إن هي تنال إعجابك. ويلا بينا نتوكل على بركة الله ونشوف ازاي بيتعمل. اول حاجة هنعملها، انا عندي بقى شوية دواء خيط كده، فقلت استغلهم فعمل الوحدات الجميلة ديت واكون لكم المفرش. فاول حاجة بنعملها طبعا زي ما انتم عارفين هي عقدة البداية، وبعدين بعمل 1 2 3 4 5 6، واجي هنا اشتغل غرزة منزلق. وارتفع 1 2 3، وانزل جوه الدايرة واشتغل عمود بلف، واعمل تاني عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، نعمل كمان 1، يبقى انا كده معايا 4 عمود بايه بلف. وبعدين اخد 1 2 وننزل هنا ونشتغل 4 عمود بلف، 1 2 3 4، 2 سلسلة، ننزل في نفس المكان ونشتغل 4 عمود بلفة، 2 3 4، 2 سلسلة، وننزل هنا ونشتغل 4 عمود بلف كده، 2 3 4، 2 سلسلة، واجي هنا على 3 سلسلة وادخل واشتغل غرزة منزلق. بقيت معايا بالشكل الجميل ده. هي بسيطة جدا انما لها استخدامات كتيرة، يعني انا ممكن اعمل شنطة، ممكن اعمل مفرش ترابيزة، مفرش سفرة، كارديجان، اي حاجة انا محتاجاها. انا كده اشتغلت غرزة منزلقة، دخلت في كل واحدة من دولت على اساس ان انا هشتغل من هنا. هرتفع بقى 1 2 3، ودول بمثابة عمود بلفة، وهنزل هنا واشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3، ومعايا عمود، يبقى كده معايا 4، ونعمل 2 غرزة سلسلة وننزل في نفس المكان ونشتغل كمان 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، وبعدين اخد الفراغ سلسلة واحدة، ونيجي بعد كده على الفراغ التاني هنا ونشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، واشتغل 2 سلسلة، واجي هنا تاني واشتغل 4 عمود بلف، 1 2 3 4، وبعدين اخد
سلسله واحده، يبقى انا كده كونت الايه الزاويه بتاعتي او الكورنر بتاعي. تمام، نكمل بقى. هاخد سلسله واحده وبعدين هنزل هنا واشتغل 4 عمود بلفه بينهم 2 سلسله، واشتغل 4 عمود بلفه، واكمل لغايه لما اخلص لوصل الايه للنهايه ونلتقي. هنيجي للنهايه هنا، بقت معايا بالشكل ده، اخدت معايا 4 زوايا. هناخد غرزه سلسله واحده ونيجي هنا 1 2 3، ندخل في تالت واحده ونشتغل غرزه منزلقه ونقص ايه الخيط بتاعنا. انا باجي كده من الخلف واجيب الخيط بتاعي علشان اخفيه، وبردك في نفس الوقت ايه بجمده شويه. هنجيب بعد كده بقى الخيط اللي احنا هنشتغل بيه، وطبعا انت بتشكلي ايه الالوان اللي انت حابه انك انت تشتغلي بيها. انا هاجي هنا، شايفين هنا، هدخل هنا كده واشتغل 1 2 3، وانزل في نفس المكان تاني واشتغل 3 عمود بلفه، 2 3 4، بينهم 1 2 سلسلة، وبعدين اشتغل تاني هنا 4 عمود بلف، 1 2 3 4، وبعدين اخد سلسلة واحدة واعمل هنا بقى ايه تزايد، اشتغل 1 2 3 4، وبعدين اخد سلسلة واحدة واجي هنا واشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، وبعدين 2 سلسلة، وفي نفس المكان ننزل هنا ونشتغل 4 عمود بلف، 1 2 3 4، وبعدين سلسلة واحدة ونيجي هنا ونشتغل 4 عمود بلفة، 2 3 4. طبعا المفرش للمبتدئات يا بنات اللي هي حابة انها تشتغل، وتعمل حاجة كده من انتاجها وحاجة تبقى جميلة. ادي الزاوية بتاعتي، يبقى هنا هعمل زاوية زاوية، هنا زاوية، وهنا زاوية. نكمل بقى وايه ونلتقي. وبكده نكون وصلنا بردك للنهاية. مفرش بسيط جدا. ازاي؟ ناخد غرزة سلسلة واحدة وهنيجي هنا في تالت سلسلة وندخل ونشتغل غرزة منزلقة، ونقص الخيط بتاعنا، ونيجي من ورا كده زي ما احنا متعودين، نسحب الخيط بتاعنا بطريقة حلوة شيك كده ونقص.
انت بتحاولي انك انت تشكلي بقى المفرش بتاعك بالطريقة اللي تعجبك، يعني تدخلي الالوان بالطريقة اللي انت حابة تشتغلي بيها. يعني انا كده ممكن ادخل لون كمان. انت بقى بتحبي تغيري الالوان، بتحبيها تشكليها زي ما انت عايزة. هعمل اول عقدة البداية زي ما احنا متعودين، وبعدين هاجي هنا في الفراغ هنا وهدخل واشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول احنا اتفقنا على انهم بمثابة عمود بلفة، يبقى انا هشتغل كمان عليهم 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبعدين 2 سلسلة، وهنزل في نفس المكان واشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3، أربعة، وبعدين هاخد سلسلة واحدة وهاجي هنا واشتغل، اعمل بقى تزايد. هنا كان كنت بشغل على واحدة خلاص، يبقى انا هطلع هنا 4 عمود بلفة وهنا 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، بينهم ايه سلسلة واحدة، ونيجي هنا ونشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، وبعدين اخد بردك ايه سلسلة واحدة. هنا كان واحدة، انا طلعت ارتفعت هنا زودت اهو، بقى معايا كمان ايه 2. نيجي هنا ونشتغل 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، وبعدين انزل في نفس المكان تاني واشتغل 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، واكرر بقى اللي عملته قبل كده، هنكرره في الزاوية التانية لغاية ما نخلص ونلتقي في النقطة دي. وصلنا كده للنهاية، هاخد سلسلة واحدة وهاجي هنا في السلسلة التالتة وادخل واشتغل غرزة منزلق وقص الخيط بتاعي. واجي من ورا كده واخد الخيط بتاعي وايه واداريه، علشان لما اجي اغسل المفرش الخيوط دي ما تفكش مني، انا بحاول ان انا ايه اربطها بالشكل ده وبشكل جميل ونضيف بردك، مفيش اي مشاكل. هغير خيط، انت بتغيري وتشكلي بالشكل اللي انت حباه. يعني الالوان دي حسب راحتك انت وحسب ما انت حابه. انا هاجي بردك هنجيب من عند الزاويه من هنا كده وندخل وناخد عقدة البداية اللي احنا عملناها ونشتغل 1 2 3، ونيجي هنا ونشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، ومعايا 3 سلسلة، يبقى كده معايا ايه 4 عمود بلفة، وبعدين هاخد 1 2 سلسلة وهنزل في نفس المكان واشتغل 4 عمود بلفة، 1
2 3 4 وبعدين هاخد سلسلة واحدة وهاجي في الفراغ هنا هزود بقى، كنت عاملة هنا واحدة وبعدين طلعت باتنين، هطلع 1 2 3 هيبقى معايا 3، اشتغل 4 عمود بلف. ولو انت بتشتغل حاجة تانية مفرش اكبر من كده، احنا عشان الوحدات كلها حجم واحد فاحنا عاملين ايه، عملت 5 ادوار بس، يعني 1 2 3 4 5. لو انت حابة انك انت تشتغلي كمان بقى تكبري، ممكن تزودي كل مرة، هتزودي هتطلعي زي ما احنا طلعنا كده 4 وبعدين 2 وبعدين 4 وبعدين سلسلة واحدة وبعدين 4، ونطلع بقى عليهم بعد كده. هناخد سلسلة واحدة، وننزل هنا ونشتغل 4 عمود بلفة، وبعدين سلسلة واحدة، ونيجي هنا نشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، وبعدين هاخد سلسلة واحدة ونيجي هنا ونشتغل في الكورنر بتاعي، اشتغل 4 عمود بلفة. شايفين يعني سهل جدا جدا جدا، ازاي انا خلصت معاكم ما يجيش ربع ساعة خلصت معاكم. 2 سلسلة، 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، وبعدين سلسلة واحدة، واكمل بقى لغاية ما اوصل لنقطة الايه النهاية. احنا كده وصلنا لنهاية المفرش الجميل اللي معايا الجراني ده. هاجي هنا بقى واشتغل غرزة سلسلة واحدة، وهاجي على ثالث غرزة سلسلة واشتغل غرزة منزلقة، واطلع بخيطي. وبنفس الطريقة اللي ايه بنخلص بقى كل مرة. كده الوحدة الجميلة انتهت. ان شاء الله بقى ناخد جزء تالت ونعرف فيه طريقة تشبيك الوحدات اللي معانا. انا شكلتها لكم يعني اللون بتاعي، عملته 4 مرات بـ4 اشكال مختلفة، والسادة زي ما هو سادة، يعني ممكن ازود كمان في السادة زي ما انا عايزة، المهم الالوان تبقى ايه متناسقة متداخلة مع بعض. انا سعيده جدا بتواجدي معاكم، وسعيده اكتر بتواجدكم معايا، وان شاء الله نلتقي في جزء ثالث نعرف بقى ازاي نشبك مفرش ابو العروسه. نلتقي على خير مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.